عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل مراجعة القسم 4 حركة الموائع للصف العاشر منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. المسألة 23. يزن مهندس عينة من الزئبق كثافتها، أعطاك الكثافة، يزن رو وتساوي، فيجد أن وزنها الوزن اف جي. ما حجم هذه العينة؟ إذن بده في، علما بأن عجلة الجاذبية لها هذه القيمة. من المعطيات تستنتج أنه لازم تستخدم معادلة الكثافة، لأن معادلة الكثافة هي اللي بتحوي الحجم، نستخرج منها الحجم. إذن هذا مطلوب والكثافة معطاه، إذن لازم نحسب الكتلة. الكتلة بنقدر نحسبها من معادلة الوزن، من قانون نيوتن الثاني، كون الوزن عندنا هي قانون نيوتن الثاني، الوزن يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، نستخرج منها الكتلة. الكتلة وتساوي القوة على عجلة الجاذبية. إذن قانون تعويض، هذا بنسميه قانون، وهذا تعويض، وهذا جواب. بنعوض الجواب بالمعادلة رقم 1، تطلع عنا بهذا الشكل بالمتر مكعب.